السلام عليكم جماعة الخير، مرحبا بكم في فيديو جديد في لاشين ديكار فورماسيون. معاكم الشيخ بوعلام. اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 سينديرو اون فيديو. الفيديو لحقنا 222، هذا الفيديو 222 على لاشين تاعنا ذاكرة فورماسيون على اليوتيوب، ونسيو نجاوبوا على السؤال. كنت الخميس اللي فات كنت وعدتكم باش نجاوب على هذا السؤال هذايا، اللي هو كثير بعثوه لي، انتي ليبتر ديفيرونسيال علاش يكتبوا فيه بوفور دو كوبور؟ علاش يكتب فيه بوفور دو كوبور؟ حنا نعرفوا باللي انتيريبتور ديفيرونسيال ما فيهش ان بروتيكسيون مانيتو تيرميك، ما فيدر ما يبروتيجيش من الكور سيركوي، ما يبروتيجيش من السور شارج. علاه يكتب في كيما فيه شي مال هاد لا بروتيكسيون؟ علاش يدير فيه يكتب فيه بوفور دو كوبور؟ نبداو بسم الله الاجابه. بوفور دو كوبور باش نتفاهموا حاجه، اكثريه تاع الناس واكثريه الناس اللي كتبوا لي كومونتير وكذا، نفهم باللي ما راهمش فاهمين البوفور دو كوبور. شنو هو البوفور دو كوبور؟ دوك انا نسي نروح نتفاهموا هذا قبل. الكاليبر هذايا تاع الانتيريبتور ديفيرونسيال وشنو هو، ومن بعد نروحوا البوفور دو كوبور. الكاليبر هنايا تاع انتيريبتور ديفيرونسيال يقدر يكون كيما هنايا 25، يقدر يكون 32، يقدر يكون 40، يقدر يكون 63. داك واش حبي يقول هذا المعنى تاع الكاليبر هذايا؟ كي نديب هذايا ما فيهش لي بيلام هذاك تاع السور شارج، فيدير لو كان نديباسي هاد لا فالور هذه تاع الكاليبر واش يصرا؟ يفسد لانتيريتور ديفيرونسيال. سي بور سا المره اللي فاتت كنا الحب يعاود يولي داخل لاشين تاعنا، كنا شفنا كيفاش نخيرو لا فالور تاع لي كاليبر تاع لي ديجونكتور داخل الطابلو تاعنا. يحب يعاود يولي يشوف. دونك لي شوا تاع الكاليب تاع الانتيريبتور ديفيرونسيال كيفاش لازم يكون؟ اكبر، قلنا لازم يكون اكبر من لا فالور تاع البرينسيبال. شوف مليح معايا مثال، انايا طابلو مونوفازي تاع ابارتمان ولا حاجه صغيره، شحال ندير لها لا فالور؟ ندير لها 32 امبير ابارتمان نورمال. هذه قولها ان بروتيكسيون دوبل، اون بروتيكسيون دوبل. هذا لانتيريبتور ديفيرونسيال، انتيريبتور ديفيرونسيال، وهادوما سي دي ديجونكتور كيفاش نقول لهم، اونيبولار بلس نوتر، فيدير فيهم لهنا اونيبولار بلس نوتر، فيدير ماهمش اونيبولار برك، فيهم الفاز والنوتر. داكور هادي كونسيبسيون نقدروا نديروها. اسكو نقدروا نديرو دوتر؟ وي كاينين، يقدروا نقدروا نديرو حاجه حد اخرين بشروط، سي نورمال صح. نعاود نولي برك لا كيسيون تاعي، الكاليبر تاع الانتيريبتور ديفيرونسيال شحال لازم يكون؟ الا كان البرينسيبال 32، هنا انا نقول لك الا درت هاد لا كونسيبسيون هادية، الكاليبر تاع الانتيريبتور ديفيرونسيال لازم يكون اكبر من البرينسيبال. وعلاش؟ فيدير يا ديرو 32، هذا تكون الكاليبر تاعو 32 كيما البرينسيبال، يا اما ديرو 40. اكثرية تاع الناس يقول لي لازم ديرو قل، نو لازم ديرو اكثر. وعلاش؟ شوف انا كي نحط مثلا، بون قبل ما نروح ل 40، مثلا انك دايرو كيما هكذا 25، داكور انت عندك هاد لي هاد لي ديجونكتور صغار هادو، لي اونيبولار بلس نوتر. هذا مثال، هاو رايح ليكليراج، هذا راه رايح لي بريز، هذا رايح سيركوي واحد اخر. دوك مثال هذايا راهو 16، هذايا راهو 20، هذا راهو 25 مثال. دوك انت هادوما كي كونسومو كونسومو كونسومو، مثلا مجموع تاع لي كونسوماسيون تاعهم دي باسينا ال 25، راك معايا؟ دي باسينا ال 25، واش يحصل على الانتيريبتور ديفيرونسيال؟ رايح يفسد، رايح يفسد. داكور وكان الحق مثلا ل 32 تزاكات يتحرق. داكور لو كان لانتيريبتور ديفيرونسيال نخيرو هكذا اكبر من لا فالور تاع البرينسيبال، واش حيصرا؟ مام هادو ما يلحقو ل 32، مثلا ها يا سيدي لا كونسوماسيون هنايا زادت 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 زادت، لحقنا 32، شكون اللي طيح؟ طيح البرينسيبال. سي بور سا اللي قلنا سي بروتيكسيون دوبل هكذا، بيسك علاش؟ مام هذايا دوكا قال مثال، هذا 20، هدايا ديجونكتور تاع 20، بصح هاو يمد 16 امبير، تو فا بيان، ما راحش يطيح. هدايا 16 بصح راه يمد 14 امبير مثلا، عنده ان شارجي تاكل 14 امبير. هذا ما عباليش 10 او ياكل يمد 6 ولا، المفيد هو هنايا المجموع تاعهم يفو با، قلنا ديباسي 8، يفو با تزيد على 8.
قلنا كي تزيد مثلا هما كاع راهم ريغلو بصح كي نديباسي 32 شكون اللي يطيح؟ يطيح لو برانسيبال، يطيح لو برانسيبال. اسكو يفسد لانتيريتور ديفيرونس في هذه الحاله؟ ما يفسدش. داك ان شاء الله كونسيرن لو كاليبر انا متفاهمين. نروحو لو بوفوار دو كوبور. كاين ناس دوك يقول لك يرحم بابك بوالا فهمني شو هو البوفوار دو كوبور. البوفوار دو كوبور هذا لازمنا نتفاهمو. عندي الكورون دو كور سيركوي. واش هو كور سيركوي هذا؟ سي كورون، كورون. واش المشكل تاعو؟ شنو هو المشكل تاعو؟ كو لا فالور تاعو كبيره بزاف، لا فالور تاعو كبيره بزاف. فيدير انت عندك سيركوي تاع لي كيراج اللي راه يمشي فيه 002 ولا 01 ولا اسيدي 07 1 امبير، واش راك داير؟ راك داير لو فيل تاع 15 سي بون. بصح الفاس كي توشي لو نوتر لا فالور تاع الكورون رايحه تكبر وتكبر تكبر بواحد القيمه مثلا معليش انا الحق 700 800 900 امبير. ايماجيني تاع 900 امبير في فيل تاع 15 يدوب يتحرق يشعل النار تصرا اكسبلوزيون يصرا بزاف مشاكل. فهمتني؟ فو دير لانستالاسيون تاعك هذيك تاع لي فيل تاع ليكليراج 15 وتاع وسمود ما يقدروش يسيبورتو هذيك لا فالور تاع لو كورون هذاك. انا متفاهمين. لو كان يصرى 1000 امبير ميتال الفاست انا نقول انا نقول برك هذا لا فالور هذه شكون اللي يطيح؟ يطيح هذا صح. البوفور دو كوبر وشنو هو؟ انا دوكا لازم نديرو اوتيود الكتريك. هذا هو المعنى تاع اليوتيود الكتريك. على بالي في لي انستالاسيون صغار هذوما واحد ما راح يدير لي اوتيود الكتريك، مي كي تكون انستالاسيون كبير لازم نديرو اوتيود الكتريك. واش نديرو؟ نحسبو القيمه تاع الكورون دو كور سيركوي شحال شحال توصل. قال لو سيركوي هذايا مثلا انا ما على باليش انا نلحقو 1000 1500 2000. المفيد القيمه هذه تاع كورون دو كور سيركوي البوفوار دو كوبور تاع الديجونكتور لازم يكون اكبر منها. نعاودوها، اكبر قيمه باسكو عندنا ان فالور مين وعندنا ان فالور ماكس. ماشي مشكل انا نحوس اكبر قيمه تاع لا فالور تاع كورون كور سيركوي اللي تقدر تصرف هاد الانستالاسيون شحال. قال طون هكذا الديجونكتور لازم البوفر دو كوبور تاعو هي قدره القطع، لازم يكون قادر باش يقطع هذاك الكورون دو كور سيركوي، لازم يكون اكبر منها، اكبر من هذيك لا فالور. ان شاء الله هنا قدرت نفهمك وشنو هو قدره القطع. قدره القطع لازم تكون اكبر من قيمه تاع التيار، التيار تاع الكورون دو كور سيركوي. داكور. يجيني واحد قال اخويا ولو كان ديباسي لو كان ديباسي لا فالور تاع هذايا البوفوار دو كوبور مثلا يصرى كور سيركوي اي ديباسي بوفوار دو كوبور واش راح يصرى؟ الديجونكتور راح يتحرك ما يبقاش خلاص باسكو هذيك قدرته على القطع ديباسيتها خلاص ما بقاش يتحرق. داك صح. دوك تقول لي هذا ما فيش بروتيكسيون مانيتيك كيفاش يكتب لي فيه بوفوار دو كوبور؟ ما كاش منها. داكور. هذا الكونستركتور تاعو كي يخدمو واش قال لك؟ قال لك دوكا هذا كي تخدم به لانتيريتور ديفيرونسيال لازم دير معاه ان ديجونكتور مانيتو تيرميك. لازم دير معاه ان ديجونكتور مانيتو تيرميك. البوفوار دو كوبور تاعو شحال؟ ماذا بك تحطو كيما هو. دوك الا كان مثل هذا عندي 6000 وهنا عندي 6000 راك معايا بوفوار دو كوبور هذا 6000 هذا 6000 واش راه كور سيركوي؟ صرا كل سيركوي شحال لا فالور تاعو؟ احسب 500 600 700 الله اعلم 1000 2000 الله اعلم. المفيد الا قلنا هذا 6000 وهذا 6000 هذا يقدر يقطع هذاك الكورون دو كور سيركوي يقطعو هكذا وهذا ما راحش ينضر. راك معايا؟ داكور. دون زون انستالاسيون راهي في لي نورم، راهي في لي نورم انستالاسيون شابه. شوف باش نتفاهموا مليح الحكايه ان ديجونكتور اونتر هذا يا ديجونكتور اوني بولير بلس نوتر والبرينسيبال هذا هذا ماشي هذا ماهوش ديجونكتور هذا يا بارافود هذا ماك نحكوا عليه
هي نورمالمون هدايا نخيروه دو سورت البوفوار دو كوبور ديالو يكون اكبر من اكبر قيمه تاع التيار كورون دو كور سيركوي. هذه حكيتها فو دير يسرى واش يسرى كورون كور سيركوي اللي يسرى رايح يطيح هذا وما يطيحش هذا. هذه هايله الى لحقت ليها هذه يقولوا لها سيليكتيفيتي توتال سيليكتيفيتي توتال. الى لحقت هذه فو دير من اي قيمه تاع كورون دو كور سيركوي هذا اللي يطيح وهذا ما يطيحش يقعد واقف يقعد طالع هكذا. معناتها هنا نقول عندي سيليكتيفيتي توتال. الا كانت سي نورمال هذا قلت لك هذا بوفر دو كوبير تاعو سيمي هذا انتريبتور ديفيرونس وهذا سيميل هذا ما راحش ينضر بيسك اي قيمه راه يقل من سيميل قل من 6000 تاع قل اقل من بوفر دو كوبير فو دير هذا ما راحش ينضر وكلش كلش لاباس والحمد لله. داكور هنا ريغلو هنا ريغلو هنايا دوكا لازم نزيدو نروحو نشوفو دوطر انستالاسيون ولا دوطر كا. صح عندي كا واحد اخر قال مثال انا هذه التصويره جبتها برك الديجونكتور هذايا الاني بولار بلس نوتر دير برك خلط برك تاع 20 سنه اكسبيريونس نورمال دير برك 6 كيلو 3 كيلو المفيد حط برك. هنا شوف كي نحكي على باش نتفاهموا مليح ليستوار تاع لا سيليكتيفيتي. لا سيليكتيفيتي نقدر نحط دو ديجونكتور اش فهمها مليح احبس هنا وفهم هذه الحكايه. نقدر نلقى دو ديجونكتور ديجونكتور 1 و ديجونكتور 2 دون زين انستالاسيون نلقاهم سيليكتيف الدو دائما يطيح ال هنا عندي سيليكتيفيتي توتال غادي نقولها سيليكتيفيتي توتال. لو كان نحي هذوك الزوج لي ديجونكتور نحيهم ونروح نديهم انستالاسيون واحده اخرى تقدر تعطيني سيليكتيفيتي بارسيال تقدر تعطيني سيليكتيفيتي نول سا ديبون فهمتني فو دير ال ديبون با بل ال ديبون بلا فالور تاع الكورون دو كور سيركوي راك معايا داكور. هنا فو دير كي راني نقول لك انا لو بوفوار دو كوبر 6 كيلو 3 كيلو كذا ما راحش ياثر لي على لا سيليكتيفيتي تاعي داكور. انا هنايا كي تقول لا سيليكتيفيتي معناتها الاختيار سيليكتيف سيليكتيفيتي اختيار اختيار القواطع اختيار لي ديجونكتور كيفاش تخيرهم دو سورت تكون عندك حنا ماذا بينا تكون سيليكتيفيتي توتال. يا خويا دوك انا قلت لك جا واحد خير برك خير برك حط دي ديجونكتور المفيد صرا كل سيركوي شكون يطيح يطيح البرانسيبال راك معايا الديفو راهو هنا يطيح لي البرانسيبال. لا كيسيون لا كيسيون اسكو يتحرق لانتيريبتور ديفيرونسيال ولا ما يتحرقش بيسك ما عندوش اون بروتيكسيون مانيتيك ما عندوش اون بروتيكسيون مانيتيك والكورون دو كور سيركوي هذاك منين جاز هاو خيط واحد هاو يجوز هكذا الكورون دو كور سيركوي يجوز على لانتيريبتور ديفيرونسيال ويروح ويروح للسيركوي كونسيرني اللي راه فيه لو بروبليم فهمتني في الواحد يجوز هكا اسكو يتحرق ما يتحرقش علاش بيسك عنده ان بوفوار دو كوبر بشرط ان القيمه لا فالور تاع الكورون دو كور سيركوي هذيك ما ديباسيش البوفوار دو كوبر هذاك المكتوب على الانتيريبتور ديفيرونسيال هذا هو الشرط. كاين اي بروتيكسيون مانيتيك سوا راهي هنا سوا راهي من الفوق حك معايا هادو سي دي كا يصراو داكور. انستا باش نتفاهموا كاين دي انستالاسيون اللي يطيح فيهم لي دو هكذا يطيح هذا هنا نقولوا انسيكتيفيتي نول ما كاش في زوج يطيح داكور. عندي شوف استغفر الله انتيريبتور ديفيرونسيال كيفاش نانستاليه بالبوفوار دو كوبور تاعو عنده لهنايا ان بوفوار دو كوبور ميتال 6000 هنا باش نريزومي 6000 ولا 4500 ولا هادوما ندير لهم فيد هنايا ريغلو اللي نحكي عليها هذه خدمه يعني هكذا نديرو دي ديجونكتور اني بولار بلس نوتر وعندهم لو ميم بوفوار دو كوبور كيما لانتيريبتور ديفيرونسيال. صح يجي واحد انا هادي باسكو درتها الاف المرات تاع لا فورماسيون هادية تاع باتيمون
لا كيسيون اللي تعاود بزاف. الشيخ بوعلام، علاش كاين كثير من الناس يقول لك وعلاش هنايا نحطوا انتيريبتور ديفيرونسيال هكا وهنايا نحط ديجونكتور مانيتود تيرميك؟ صح، واش نديرو يمانا؟ يقول لك لو كان نديرو ديجونكتور ديفيرونسيال كار، اسكو نبدل كاع لا كونسيبسيون هادي؟ اسكو راني في لي نورم ولا ما رانيش؟ وي راك في لي نورم، تحب تبدل دير ديجونكتور ديفيرونسيال. فيد انا المشكل تاعي وشنو هو؟ هو لا بروتيكسيون، الحمايه. انا اضمن لي حمايه ديفيرونسيال وضمن لي المانيتيك والتيرميك، الباقي دير لا كونسيبسيون اللي حبيت. بصح بشرط واحد، انا هنا علاش في لا كانسون يبروبوزي لك هذا؟ لان هذه اقل تكلفه في الكوتيكو. في دير اللي راهي تخدم كامل دي جونكتور ديفيرونسيال، هنا راح تقام لك الحكايه. الى كل واحد هنا ندير دي جونكتور دي، روح ساهم دي جونكتور ديفيرونسيال ودي جونكتور مانيتو تيرميك وشوف شحال تقام لك. دونك لا كونسيبسيون نورمال تاع الانتيريبتور ديفيرونسيال هي ندير انتيريبتور ديفيرونسيال وتحتو ندير دي سيركوي، ولا هادو سي دي بروتيكسيون تاع لي سيركوي مانيتو تيرميك. هكذا يصرا كل سيركوي يطيح سورشارج يطيح، هذا ما يتمش. وقتاش يخدم؟ يخدم غير في الديفيرونسيال. البوفور دو كوبور تاعو كي يصرا كل سيركوي يفو با يديباسي لا فالور هذيك تاع البوفور دو كوبور، هذا ما كان فيدير نخدموها بهاد القيمه هذه. داكور. كاين كونسيبسيون واحد اخرى، مثلا دوكا نحط برينسيبال ونحط تحتو انتيريبتور ديفيرونس ونروح نالي لا شارج. انا غالطه هنا؟ لا هذه لا هنايا انا لازم تحت فيدير اونافال تاع لانترديف لازم ندير دي بروتيكسيون كيما هادو. يفوق با نخدم انا نشد انتيريبتور ديفيرونسيال ونحطو. بيان سور دوكا كاين بزاف ناس يقول لي، يقدر يقول لي صرا كول سيركوي درتها هكذا وصرا كول سيركوي وما تحرقش وما تحرقش، سي نورمال. علاش ما تحرقش؟ دوك تجاوبني علاش ما تحرقش؟ بويسك القيمه لا فالور تاع كورون دو كور سيركوي هذيك ما ديباسش بوفور دو كوبور تاع هذايا. وشكون اللي ريبوندا؟ ريبوندا هذا. سينو انت هذا يا ميتا راهو 25 امبير، كي ديباسي 25 امبير هنا المشكل وين راهي تلعب؟ راهي تلعب على الوقت، الوقت لو طون دو ريبونس، باسكو فراكسيون سيكوند هذا راح يطيح. هذا لي سيليكتيف روتار دي شويه ما كيطيح، مي الحكايه راهي تعتمد على الوقت. بيسك دوك قلنا احنا 25 امبير باش نتفاهموا مليح، ماهوش في اللحظه اللي راح يطلع فيها 25 امبير راح يتحرق. 25 امبير لازم تزيد له شويه وقت هكذا. الكور سيركوي لازم لا بروتيكسيون تطيح، حنا نقولوا انستونطاني، مي لازمها كيف كيف لازمها شويه تاع وقت، فراكسيون سيكوند، سي دي فراكسيون سيكوند باش يطيح. فيدير باش نفرق ما بين السورشارج ou le courant de court-circuit, la protection magnétique طيح تمتم ou la protection thermique يلزم لها وقت. في دير كي ديباسي لو سوي هذاك تاع 25 امبير تزيد 10 دقائق ربع ساعه باش يطيح، الا كان فيه بروتيكسيون تيرميك. داكور. دونك انا هنا نورمالمون قدرت نفهمك علاش لازمنا نديرو هاد لا كونسيبسيون هادي تاع الانتيريتور ديفيرونسيال بيسك ما فيش، وعلاش لازم البوفور دو كوبر هنا يتكتب 6000 امبير، وهادو ما نديروهم بنفس القيمه تاع الانتيريتور ديفيرونسيال هكذا. تقول لي على بالك دوكا، على بالي دوكا في لي كيسيون كلش يقول لك لو كان نديرو قل بوفور دو كوبر واش راح يصرى؟ مثلا ها يا سيدي هذا 6000 هذا نديرو 3000 واش راح يصرى؟ واش راح يصرى؟ 3000 سارتان مونو فازي ما راحش يلحق 3000 مي هذا هو اللي يطيح، هذا ديجونكتور هو اللي يطيح. فيدير لو كان نديباسو هذيك 3000 شكون؟ هذا اللي يفسد، هذا اللي يفسد، وهذا البوفر دو كوبر تاعو راهو 6000. ان شاء الله قدرت نفهمك. رانا لحقنا 19 دقيقه في هذا الفيديو هذا لو 20 سبتمبر، نهار الجمعه ان شاء الله عندنا فورماسيون على لوتوماتيزم معايا انا ان شاء الله، راح نديروها الجمعه صباح. اللي حاب يحضر معنا يابوني في السيت تاعنا داكيرا.com. مرحبا بكم كاملين، هاد لي نيميرو تليفون مراهمش بور لي كيسيون تكنيك، ونتلاقاو ان شاء الله بالجمعه والخميس الجاي لحب ربي ان شاء الله نسيو نديرو
كور واحد اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. دعونا بالخير، دعونا بالخير، الله يستركم. ان شاء الله قدرت نجاوبكم على هذا السؤال هذا، مالغري كو راني شويه بيرتربي، ما رانيش فريمون اليز مع الخدمه مع كذا. دعونا بالخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.